حتى هي المليارين هي مو كافية، لأن أنا في يوم تكلمت مع أحد الوزراء قلت له ترى مشروع مال جسر بشخطة قلم تنطون المليارين والثلاث مليارات، ليش تستكثروها على الرياضيين؟ تريدون ترجعون نروح للأردن نبيع توتو وجقاير؟ شنو اللي تريدون من الرياضيين؟ فأقصد إحنا ماكو نظام أو آلية عمل تشذب هاي الأمور. مثلا الآن أندية المحافظات، أندية المحافظات لو كل مجلس محافظة أو كل محافظ ينطي مبلغ لنادي أو لناديين، بحيث الآن إحنا عندنا ممكن نادي الشرطة أنا العام كان عنده 14 لاعب من المحافظات، الجوية يمكن عنده 9 أو 10 لاعبين، كان قوانا الزوراء كذلك المحافظات. هذا وين إحنا لا أندية محافظات الآن، أنتوا يعني الإعلام ممكن يتكلم على أندية المؤسسات، بالعكس إحنا لا أندية محافظات المفروض ندعم أندية المؤسسات حتى يبقى مثلا نادي الزوراء لا يظل يستجدي. لا بس مو احنا ولا نادي بصراحة هذه المليارين ولا نادي